اسمي لطفي حسن ومرحبا بكم في عالم ستريت ورك اوت. مدرب ستريت ورك اوت من 2008 نمارس الرياضه هذه. الرياضه تقرب للجمباز برشا، نستعملوا برشا البار باراليل بار تينيك في اي بلاصه. كنا من الاول نعملوا كان لي بوش اب الجري والتنقيز والباركور حكايه فارق. بعد طورت شويه ولينا نعملوا لي بارك لي بار لي بار باراليل. رياضة الشارع تنقسم إلى جزوز أجزاء، الكالستينيكس والفريستايل. الكالستينيكس هو الباص خدمة بالبدن. الفريستايل ينقسم جزوز حاجات. الفريستايل فيه ديناميك وفيه ستاتيك. ستاتيك توسكي إكيليبر، بلانش، مالتاز، فرونت، تاتش فرونت، باكلافر. ديناميك توسكي موفمون ليبر في مع الفار يونيك. نذكر لك مثلا 360 720. اول حاجه مش تستهواك ولا مش تجذبك ولا مش تجذب اهتمامك انك مش تعمل سبور ما غير الماتريال، والا سبور ما يتكلفش ماديا، ما يتكلفش. والله راح نجري في الجبل، نعمل نخدم على الباربيكس مش فاهم شيء. من بعد بديت بشوي بشوي الانترنت بدات تتوجد، بدات نتحسن، ثم فيسبوك، ثم انستغرام، ثم كونكسيون وكل. وليت ندخل على اليوتيوب نلقى لي فيديو تاع ستريت ورك اوت، وليت نتبع بشوي بشوي ونتعلم. هزينا شامبيون مرتين 2018 و2019 بنات ولاد. وبالنسبه لي نحن ديما نحاولوا كل عام نطوروا من رواحنا ونمشيوا قدام. شامبيون تونسي مرتين، لعبت 2018 و2019 في روسيا، جات نمبر عالمي المرة الأولى 25 والمرة الثانية 15 قدمنا. هو اللي عجبني أنه كي تبدا تخدم ديناميك كما ريتم بكري الفري ستايل اللي كنا نخدموا فيه يجي أنت حتى بيدك كي تبدا معناها تتفرج معناها حاجة تجلب، فهمت؟ بدات هكاك بغرام ريت شويه كذا فهمت، قلت برا خلي نجرب واحد لينا بشويه بشويه لين كبرت بينا الحكايه ولينا كومبيتيسيونات ولينا معناها الواحد يقدم ولينا خمو قدام. ستريت ورك اوت فيها برشا اختلاف على الرياضات الاخرى، تحس روحك ما نعرفش انك تمارس في حاجه ديفيرون عن الناس الاخرى. تتعامل مع بدنك، تتعلم تنسق بين سنكروني بين مخك وبدنك. بالحق سبور هايل على الاخر، وننصح العباد الكل كاين يجي تترانا تدخلوا في الجو معانا وما شاء الله.